بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على قد سألت الشمس عن نور مؤبدي فأجابت دون خوف أو ترددي: ليس في الدنيا سوى أنوار طه، وهل يشع النور إلا من محمد؟ على محمد يا علي كنا أنا وأنت نورا واحدا قبل أن يخلق الله السماوات والأرض، وقبل أن يخلق آدم 14,000 عام. نور النبي ونور الوصي من نور الله تعالى. نفسي لذكر علي المرتضى طربا، والناس من فرط إخلاصي له عجبت، فحبه قد نما في موجتي ونبات. لا عذب الله أمي إنها شربات. أنا أقول من شعراء يعني من كتبوا في أهل البيت، الشيخ دمستاني مثلا أحرم الحجاج، هذه القصيدة ما حد يتركها، مو هالشكل، ما يصير أمر محرم ما حد يقرأ أحرم الحجاج في عن لذاتهم بعض الشيء يعني خالدة. وهذا الشاعر اللي كتب هالأبيات ما يمر مولد ما يقرأها، ما تلاحظون؟ هذا قبول ترى، هذا توفيق يعني، وإلا أشعار كثيرة في الإمام علي شوفوا ما يمر مولد الإمام علي، أو مثلا تصدق بالخاتم، أو يوم الغدير، أو حتى في مواليد مثلا زواج أولادنا، إلا هالأبيات تذكر. ولاحظوا أنتم لا حضرتوا، شوفوا حتى مو ليلة مولد الإمام علي، مثلا مولد الحسين نقراها، هذا توفيق. لا عذب الله أمي إنها شربت حب الوصي وغذتني في اللبن. حياك الله سيدي. الله جدي يحب عليا حب مفتتني، وجد حبها من أفضل السنن. أمي ترتله في السر والعلن، وكان لي والد يهوى أبا حسن. واحد من الخطباء يقرأ الأبيات وأبوه موجود، ويوم وصل لأهل البيت
قال وكان لي والد يهوى. قال لك أبوك كان يعني الحين ما يهوى علي يعني ماضي هذه أبوي كان يهوى والآن يمكن تغير لغة ما يصير ذا الأبو موجود. وكان لي والد يهوى أبا حسن يعني من قبل كان عندي أبو يهوى أبو الحسن. قال لي لا يا ولدي غيرها وإن لي والدا يهوى أبا يا حسن فصرت من ذي وذا أغوى يا أبا حسن. دقات دقايات قلبي ترادفا واسمع صدى يعتلي حطيت ايدي على القلب او حطيت اذني على القلب ارد اسمع ايش يحكي القلب وبيا محبة يا مبتلي لن سمعت يا بالحسن يا علي يا علي يا بالحسن اسمعيت كل دقة كل دقة تغتي يا علي يا الليالي كله يا علي بعد ها حللت حللت دم هذا القلب رتان رتان أعرف يا فصيلة يا فصيلة تنجلي ولقيت يا أبا الحسين كل قطرة دمى تصدايح بحبها يا واك يا علي كل هذا الولايا بالحسين من أبويا من أمي ومن أبويا ومن كل غلي الله يرحم والدي. قال للأبو أبوك بعد ما يموت قال للرحمة تجوز على الحي والميت. الله يرحم والدي وام الحنون الطيبة الغذوني غذوني حبك يا علي حب علي ابن أبي طالب أحلى من الشهر. ليش ما اسمع ليش ما يستاهل الامام علي حب علي ابنه احلى من الشهد الى الشاري لو فتشوا قلبي رأوا واصطغوا سطرين قد خطى بناك يا تبيح عفية أحلى من الشهد إلى الشهد العدل والتوحيد في جانب كررها العدل والتوحيد في جانب وحب أهل البيت في جانب حب عليهم
وصحبك صحبك لساني يا علي غرّد وصحبايا ياك وصحبايا ياك وجسمي طابت آلامه وصحبايا ياك تذوق الويل عدوانك وصحبايا ياك تفوز بحور في الجنة العليا وعود وعود قسمت بحق امام حسين وعود عود عود وابو فاضل الما يخلف وعود ينال ينال الليلة كل شيعي وعود وياما تصير حلوة وبغية صلوات يقول ردها رد رايات الكفر بالسيف والله علي 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 شمس الضحى للكون ردها يا 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 ورايات الكفر بالسيف ردها يا 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 ولاية حيدر يا صاح ردها يا ردها يا أمر مفروض من ربي البري الصلوات دوليكم جدد ما قريناهم من قبل كثير بس جاوبوني يقول هلا بعيدك يا ابو زينب هلا بعيدك يا ابو زينب هلا بعيدك بعيدك ومرحب ومرحب هلا بعيدك يا ابو زينب ومرحايا يا بسعادة مرت بذكرك ومرحاب علي علي اللي قتل شيبة علي علي اللي قتل عتبة ومرحايا يا 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 بعد وشيبة وعمر بن العامر يا صلوات يقول ونادي ونادي لصيحا في مدح حيدر ونادي في كل محفل يا ساداتي ونادي يا شيعي ارفع عن صوتك يا شيعي يا شيعي ارفع عن صوتك ونادي وصلي على النبي خير البرية يا حلال المشاكل يا علي يا نبراس الفضائل يا يا علي راس الفضائل ما خاب الذي ولاك وخاسر يا علي العادة ما اسمع ما خاب الذي وخاسر يا علي
ذاك علي علي مولاي علي 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 مولاي علي يلا يلا يا حبيبي ضجها ضجها علي علي مولاي يا اسمك يا علي رضعت بحليب امي مشى هذا الاسم بعروقي ودمي جنت ما اغفي لو ما تنذكر يمي وضحاك من اشاغيد وجهك بحلمي يا من نورك ساحرني وحليب امي امرني يا من نورك يا من نورك ساحرني وحليب امي امرني اظل طول العمر وياك وخاسر خاسر يا علي ما خاب ما خاب الذي وخاسر يا علي ذاك علي علي مولاي علي علي مولاي علي والله مولاي والله علي علي مولاي علي مولاي علي علي مولاي عندك مشكلة وجهها إليه يا حلال المشاكل يا نبراس سلف ضايل يا حلال ما خاب ما خاب يا علي وخاسر يا علي العداء ما خاب الذي خاسر يا علي 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 مولاي علي علي مولاي علي علي لم ولن يأتي يوم يولد أحد في جوف الكعبة ولن يعطى أحد هذه الفضيلة حتى قال عبد الباقي العمري البغدادي هذا شك أنه مو شيعي هذا حقيقة عمري ولكن يقول أنت العلي الذي فوق العلا رفع ببطن مكة وسط البيت إذ وضع وأنت نقطة باء مع توحدها بها جميع الذي في الذكر قد جمعا وأنت باب تعالى شأن خالقه بغير راحة روح القدس ما قرعا أما السيد الحميري فأجاد حيث قال يوم ولدت فاطمة ابنة أسد أمير المؤمنين سلام الله عليه وعليها والذي حقيقة يعني حتى أهل مكة كما قلنا إذا تذكرون سابقا تعجبوا كيف مرأة ثلاثة أيام تغيب عن الأنظار من أين تأكل من أين تشرب كيف يلتقى بها صار حديث قريش كل قريش فاطمة بنت أسد غابت في جوف الكعبة ثلاثة أيام حتى قال أبو طالب صلوات الله يعني دعوها فإنه أمر إلهي لا مفتاح يفتح لا قفل ينكسر لا باب ينفتح دخلت ما دخلت من الباب أصلا بل من جهة المستجار وغابت على الأنظار بذلك الدعاء لشوية فضيلة الشيخ كان يقرأ إلهي أنا مؤمنة بك وبكل نبي أرسلته وبكل كتاب أنزلته ومؤمنة بنبوة أبي إبراهيم الخليل عليه السلام الذي بنى هذا البيت متى استجاب الله إلهي فبحق هذا الجنين الذي في بطني والذي آنسني بتسبيحه وتهليله وتقديسه وتكبيره لما سهلت علي ولادتي بعد تدعو الله بأمير المؤمنين وأمه ويردها وإذا بجبرائيل يزجها في جوف الكبد غيب عن الأنظار
ثلاثة أيام مأكلها من ثمار الجنة، مطعمها مشربها خدمتها من الحور العين، ولم تصل إليها يد بشر أبدا. حتى قال الشانئون: كيف تقولون فضيلة وإنما هو تدنيس للكعبة؟ إذا مرأة تولد يصحب ذلك دم نفاس، وهذا للمرأة العادية يا حبيبي، أما بهالشكل أيعجز الله عز وجل أن يولد امرأة بدون دم نفاس؟ اللي بيدخلها بجوف الكعبة وبيجيب لها طعام من الجنة وبتخدمها الحور العين، فهذا شرف ما رأوا شيء يضعوه إلا قالوا تدنيس. فطلعت فاطمة بنت أسد بعد ثلاثة أيام من نفس الشق الذي دخلت منه، وتحمل معها طفلا كأنه نور الشمس. فاستقبله رسول الله قال: اقرأ يا أبا الحسن. قال: قد أفلح المؤمنون. فأجاب النبي: بك أفلحوا يا أمير المؤمنين يا علي. علي الله. ولدته في حرم الإله وأمنه، والبيت حيث فناؤه، والمسجد بيضاء طاهرة الثياب نقية، طابت وطاب وليدها، والمولد في ليلة غارت نحوس نجوم غايا، وبدا مع القمر المنير الأسعد، ما لف في خرق القوابل مثله، إلا ابن آية من التائن نبي. محمد عم الهنا الكونين، مولد أبو الحس. إيه فرح فرح من الهنا الكونين، يلا عيني افرح. مولد أبو الحسنين، والأكوان ضواغا، والأملاك بشراغا، والأكوان بشراها، بشرى المحبين، بشرى المحبين. ارفع صلاتك هالمساء واذكر محمد، واذكر هالليلة والد عترة نورة تجسى، تباشر نبينا بمولده والكون عيد، وبالحشر ترفع رايته وراها وراها، بالحشر ترفع رايته وكل شيعي يسعد. ان شاء الله اسمع وجاوب. ميزان العدالة شع نور وتلالة، ميزان علي علي شع نور لا لا يا بهجة الدين، بشرى المحبين. عم الهنا عم الهنا الكون، مولد مولد أبو الحسن. أنا أقول لك عم الهنا الكون، مولد أبو الحسن. والأكوان والأكوان ضواغا، والأملاك بشراغا، والأكوان
والأملاك بشرى وبشرى المحبين بشرى المحبين. اي لو يعطوك الدنيا باللي فيها وبس تترك هالمحبة وهالولا ما تقبل. لو ضربت خيشوم المؤمن ألا أن يبغضني ما ازداد في إلا حبا، ولو صببت الدنيا بجماتها على مبغضي على أن يحبني ما ازداد في إلا بغضا. يا علي يقول ذلك لأن انقضى من قضى من رسول الله قوله يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق أو من خبث أصله. أما من يحب علي علي حبه جنة. كم مرة أقول لكم هذه الأبيات اذكروها إذا زرت أمير المؤمنين على الباب على يمين الباب وأنت داخل. علي حبه جنة قسيم النار والجنة وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة. يقول السيد الحميري يوم حضرت الوفاة حضروا عنده ناس شيعة وناس سنة. هذا الرجل ما كان شيعي ما كان موالي استبصر وصار يكتب مثل الأبيات اللي قرأناها من شوية. ولدته في حرم الإله وأمنه والبيت حيث فنى. كرس حياته في مدحة أهل البيت لكن شافوا عجب عجاب أنه خرج نقطة سوداء في وجهه وصار وجهه أسود مثل الليل المظلم. ذولين اللي من جماعته سابقا قالوا شوف شلون الحميري ترك مذهب وأخذ مذهب أهل البيت هذا فائدته. أما الشيعة حزنوا شلون هذا الحميري واللي مثلا ترك كل ما عنده وصار يخدم أهل البيت بينما هم حائرين. وإذا بنور أبيض لؤلؤ بيضاء أضاءت وجهه وذهب ذلك السواد وصار وجهه يتلألأ يريد يموت فانتبه بس قال هالبيتين ومات. زعم المبطلون أن عليا ليس ينجي محبيه من الزلات قد وربي دخلت جنات عدنين وعفى الإله عن سيئاتي سبحان رب الصور جل جلاله. على راسي على راسي من وجه سطعت على الملا آية جمال اي والله كرر هذه مرتين ارجوك. جنى البدر في طلة بليلة كما اي والله ليلة جنى البدر جنى البدر في طلة بليلة اي والله بليلة يا محلى هالليلة سطع نور وتلا يا علي نور أريد أسمح منك من غرة جبينه شاع نور من غرة من غرة اي والله شاع نور لنا يفوز الموالين بشرى المحبين عمل هنا الكون مولد مولد أبو الحسين عمل هنا الكون والأكوان ضواها والأكوان ضواها والأملاك بشراها والأكوان والأملاك بشراها بشرى المحبين بشرى المحبين. بدأ حياته في بيت الله وختمها في بيت الله وهو بينهما متشحط في سبيل الله مجاهدا مكدا كادحا. أمير المؤمنين علي كيف يرد الجميل إلى خالقه ويوم فتحت مكة
جاء أمير المؤمنين ورسول الله صلى الله عليهما وآلهما، فجلس علي وصعد النبي على منكبيه فحاول أن يقوم بالنبي فخارت قواه. قال أعباب خيبر ما قدر، تلك النبوة اللي يقول لك الإمامة وظل جبرائيل وإلى آخر، شوف الإمام علي خارت قواه. فجلس رسول الله، قال يا علي ارق على منكبي. الله الله، وهذه فيها كلام طويل طبعا قايلينها. يوم يوم أسري بالنبي صلى الله عليه وآله قلت وجدت بردا على منكبي، حيث وضع الله تلك الرأفة والرحمة على منكبي، الله ما إلى يد، فأحسست ببرد يد الله عز وجل، أي لطف من الله، رحمة من الله، استقرار، طمأنينة. هذا المكان الذي وضع الله تلك الطمأنينة على منكبيه، وإذا به يقول ارقى بقدميك. فرقى علي على منكبي رسول الله، فوقف النبي، قال علي خيل لي أني أنال أو أطال السماوات السبع. وسلم على، فصعد على ظهر الكعبة فصار يحطم تلك الأصنام، وبعضها مؤصد بالأوتاد، ولكن علي قال أعباب خيبر أخذها ودكدكها وحطمها. هبل اللات العزة التي يعبدوها من دون الله عز وجل، فحطمها. قيل امتدح لأمير النحل، قلت لهم مدحي ومدح الورى من بعض معناه، الناس قد عجزوا عن مدح حيدرتين، والعارفين بمعنى كنه تاهوا، ماذا أقول بمن حطت له قدم في موضعين وضع الرحمن يمناه، يا حلال المشاكل يا نبراس الفضاء. يلا يا عيني حلها، يا حلال المشاكل يا علي يا نبراس الفضاء، ما خاب ما خاب الذي وخاسر خاسر يا علي، ما خاب ما خاب الذي وخاسر يا علي، عداك علي علي مولاي علي مولاي علي علي مولاي علي، يا الله يا الله علي علي مولاي انت بالشدايد وقعيت حضرة يا علي، لصاح الموالي يا علي تنظرة، سراك يا الذي للعاقل يتحيرا، من ينظر ملايين التجي الحضرة، آه يا علي بضريحك من يلوذون بضمايرهم ينادون، بضريحك بضريحك من يلوذون ضمايرهم، فرج كربة الوالاك خاسر يا علي، ما خاب وما خاب الذي ولاك خاسر يا علي، علي علي مولاي علي مولاي علي علي مولاي علي 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 مولاي والله نفخر
نفخار لو يسمون الخلق شيعة. إيه الأول يقول من وين؟ قال أنا من الخبر، أنا من، قال أنا من القطيف وشيعي وراسي عالي، تجعفرت باسم الله والله أكبر، وعلمت أن الله يعفو ويغفر. نفخار لو يسمون الخلق شيعة، قائدنا علي شما يأمر نطيعة، والله من دم القلوب، والله من دم القلب وقعنا هالبيعة، حبك يا علي للموت من بيعة، والله حبك يا علي للموت من بيعة، انت ناصر لي اغواك وخاسر يا عداك، ما خاب الذي وينهم وينهم، خاسر يا علي عداك، يا حلال المشاكل يا علي، يا نبراس الفضائل، وصلنا وصلنا، يا حلال ما خاب ما خاب الذي يا علي، وخاسر يا علي عداك، ما خاب ما خاب الذي خاسر يا علي، علي 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 مولاي، علي علي مولاي، علي وسيلة، وسيلة أهل دمع الفرح لجلاك، وسيلة يا حيدر ما لنا غيرك، وسيلة يا دور اللي عرف شخصك، وسيلة يا عن افضلك يا ابو الطلعة البهية، يقول ويا عينك وعينك اخدمك يلتحب حيدر، أخدمك أخدمك يلتحب حيدر، وعينا ياك وعد ما خالفك لحظة، يا وعينا ياك عيني من الفرح تدمع، أنا عيني 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 من الفرح تدمع، وعينا ياك ليش عيونك تدمع؟ يقول فرحانة فرحانة بذكر حماي الحمية، أهلي أهلي هلال العيد هالليلة، أهلي بعد وين أحلى من ميلاد أمير المؤمنين؟ عيد، أي والله أيامهم عيد، أفراحهم عيد، أهلي أهلي هلال العيد هالليلة، أهلي وأنا بعيدك يا حيدرنا، أهلي ودمع الفرح من عيني، والله دمع الفرح من عيني، أهلي ولا تلوم المحيي
يا الجعفرية. وصلنا الختام، ما باقي كثير، بس أرجوك تنتبه وشوف الفرق بين إمامك وبين غيره. متعوب عليه على أبيات ختام. يقول مريم، مريم العذراء البتولة، قالها ربها اسمعي عن سنة القدس المطهر، آية حرة اطلعي للعبادة البيت تدري، وللقيام الركعي، وبالنبي المعروف عيسى روحي يا طهرة وضعي. هزي إليك بجد عنا أخلها، هنا بيت عبادة مو بيت ولادة. وبالنبي المعروف عيسى روحي يا طهرة وضعي، لكن ام حيدر يقلق، قومي للكعبة ادخلي، قومي يا حرة بأمرنا، وضعي بحملش علي صلاة. قومي يا فاطمة روحي وطوفي بالكعبة الشريفة، وطوفي حال البيت واسعي، انت يا حرة العفيفة، يا رحم يحوي الإمامة فاطمة الطهرة اللطيفة، ينفتح الجدار لجليك ويا كثر عندك وصيفة وصيفة وصيفة. من العلي خدام جتلك آية فاطم تلي، انظر النسوان حولك يحضر المولد، وانظر النسوان حالك يحضر المولد. وداخل الكعبة الشريفة حيدر بعزا ولد، على الرخامة الحمراء وللعلي خر وسجد، وما انولد بالكون قبله لا ولا بعده أحد غير سيد الكون أحمد، ما أظن مثلا وجد نفس أبو الزغرة علينا المرتضى ذاك الولي، والعلي الرحمن ربنا وحيدر من اسمع علي أفضل الصلاة. علقنا شمعة المولد وماي الورد دمع العين، وطشينا الورد لجلك إمامي الغالي يا أبو حسين. هالليلة فرح وسرور، هالليلة فرح وسرور، ومياس مياس بعيدك معيدينها خوتها، والنور يضوي بدنيانا، والنور يضوي نا، والنور يضوي نا، والنور يضوي، ونورك يا حيدر جلانا، والنور يضوي. فرحنا بفرحة المختار، نهني الليل غل عترا، وزفينا تهانينا وجينا نجدد الذكرى، يا من لا كفو غيرك أبد في الكون لز، يا من لا كفو غيرك أبد في الكون، للزهراء والشيعي راجح ميزانه، والشيعي راجح ميزانه.
نو الشيعي راجح، نو الشيعي راجح، نو بحبك يكمل إيمان، نو الشيعي راجح. نتمنى نتمنى لن نجف نحضر، نتمنى لن نجف نحضر أو نقيم بحضرتك محفل، والفرحة بديار النجف غاليوم يا حيدر بيك تتكمل، واللي يقصدك ما يخيب وانت تعطي يسأل، واللي يقصدك ما يخيب وانت تعطي يسأل، والشيعة الليلة يزورونا، والشيعة الليلة والشيعة الليلة والشيعة الليلة، وبأحبابه تقر عيونا، والشيعة الليلة والشيعة الليلة. حيهم حي شيعة علي الكرار، حيهم أنوار المشرق النورت، حيهم مليون الافرح مع لميتهم، حيهم فضل ميلاد الوصي خير البري، اللهم صل على محمد وآل محمد، محمد لما دنت الولادة من مولاتنا فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين وصي رسول الله سمعت هاتفا من السماء يقول يا فاطمة اقصد البيت العتيق وطوفي به سبعا سبعا، فجاءت تطوف في البيت ثم أحست بدنو ولادتها فرمقت بطرفها إلى السماء وهي تقول يا رب أنا مؤمنة بك وبكل نبي أرسلته وبكل كتاب أنزلته، ومؤمنة بنبوة أبي إبراهيم الخليل عليه السلام وهو الذي بنى هذا البيت العتيق، فأسألك بهذا الجنين الذي في بطني والذي آنسني بتسبيحه وتهليله وتحميده لما سغلت علي ولادتي، فما استتم دعاؤها حتى انشقت الكعبة من جهة المستجار ونزل جبرائيل وزجها في جوف الكعبة، أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد وآله. علي ابن أبي طالب صل وسلم عليه صلوات، وألحم الصدع من حيث دخلت فحاولوا فتح الباب فلم يستطيعوا، وجاءوا بالمفاتيح فلم تعمل، حاولوا كسر القفل فلم يتمكنوا، قال أبو طالب عليه السلام دعوها فإنه أمر إلهي، وما بقيت مخدرة في خدرها إلا وتحدثت عن فاطمة عليه السلام وتقول إنها كرامة ساقها الله إليها، وبقيت فاطمة عليه السلام 3 أيام طعامها من ثمار الجنة وشرابها من شراب الجنة وتخدمها الحور العين إلى أن جاءت مثل الليلة القادمة ليلة 13 من شهر رجب المرجب، ويقال بأنه شهر أمير المؤمنين وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. ولما أراد الله تعالى أن يظهر نور وليه وسلطانه على العالمين وفي جوف بيته الحرام ساعة تساطعت الأنوار وارتفعت أصوات التسبيح من أرجاء المسجد شمالا جنوبا شرقا غربا فسمع الطائفون الأصوات من كل مكان فبينما فاطمة جالسة لا تحس بألم ولا وجاع إذ وضعت أمير المؤمنين أعادنا الله وإياكم على مثلها وأمثالها في خير ويمن وعافية. أسأل الله أن يسعد أيامنا وأيامكم بذكر أمير المؤمنين وأن يشافي كل مريض ومن أوصمنا بالدعاء ويرد كل غريب ويقضي حاجة كل محتاج ويفرج عن كل مكروب ويتقبل من المؤسسين عملهم أحسن قبول ويوسع في أرزاقهم إنه سميع مجيب ببركات الصلوات على محمد وآل محمد.